حفظ الأحاديث، عندما تحفظ الحديث اكتب تم الحفظ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه. في هذا الحديث معنى عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن خير الناس هو من كان خيره أولا لأهله، فمن كان مع أهله خيرا فسوف يكون من خير الناس. خيركم لأهله، ثم يعلمنا أن نقتدي به، فقال: وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم.